45 ألف يتيم قبطي في مصر مدت لهم مؤسسة كوبتيك أورفانس يد العون والرعاية وغيرت حياتهم للأفضل. تركز نشاط مؤسسة كوبتيك أورفانس التي تسعى إلى تحقيق تنمية طويلة الأجل في الأجيال القادمة من الأطفال والشباب في مراحل تعليمية مختلفة للتغلب على الفقر وتنمية مهاراتهم. كوبتيك أورفانس هي منطقة أو منظمة قبطية خيرية تعد من أهم المؤسسات في مجال التنمية المجتمعية وخاصة رعاية الأيتام. في واحدة من القرى البسيطة في صعيد مصر، ومنذ أكثر من 10 سنوات تحتضن قرية البرشة بمحافظة المنيا شيري وزملائها العاملين في برنامج تطوعي بعنوان لست وحدك، التابع لمنظمة كوبتيك أورفانس المعنية برعاية الأطفال فاقدي العائل. ابتديت بقى أنزل زيارات للولاد في البيوت، الحقيقي شفت يعني اختلافات كتير، شفت ولاد شخصيات بتختلف من حد مش عايز يتعلم لحد اللي رغبة في التعليم، أمهات ابتدت توعي في التعليم. كان في منسق بيزورني كل 3 شهور لو أنا عندي حاجة أو بيشوفني في الزيارة أنا عاملة إزاي، فيعني بعض الحاجات لأنه عنده خبرات كتير، فده بيديني بعض الحاجات اللي ممكن أنزل بيها مع الولاد خلال الفترة اللي بعديها يعني. فدي كانت فترة التطوع. بس بعد كده كمان في 1/8/2012 بجيت فيلد كوردينيتور ستاف. وتتعاون كوبتيك أورفانس مع الكنائس المصرية لاختيار الأطفال الأحق بالرعاية في قراهم أو مدنهم. فشيري تلتقي بزميلها السابق في المشروع والكاهن الحالي الأب شاروبيم لاختيار الأطفال. قبل ما ترسم كنت أكتر خادم معي أطفال، وصلت لدرجة كان عندي 53 طفل، وكنت لازم يعني العيال دول مازال لغد الوقتي هم أولادي. بصفتي بفتقد البرشة كلها، فعارف كل شخص فيها محتاج مش محتاج. فاحنا لما نرشح الأطفال اللي هم والدهم متوفي، بس لازم يكونوا محتاجين، في ناس كثيرة والدها متوفي مش محتاجة. فأنا يعني شبه نعرف البرشة كلها في حدود 16,000، عارفهم واحد واحد وحالتهم المعدية. ما كانش في بداية الخدمة دي ما كانش في بنات بتدخل كليات خالص بتاخرتها، يا ثانوية عامة يا دبلوم. دلوقتي حاليا احنا عندنا البنات في الكليات أكتر من الأولاد. مشروع لست وحدك الذي يعمل فيه أكثر من 500 متطوع ينشط في 750 قرية في عموم مصر. تم في كوبتيك أورفانس وبرنامج لست وحدك بالذات اللي أنا متطوع فيه، بنهتم بالمشارك. طبعا احنا الطفل عندنا اسمه مشارك على أساس إن هو عليه دور وإحنا علينا دور، بنهتم فيه بالتعليم وبناء الشخصية، وكمان بنأهله أو بنساعده إن هو لما يكبر كمان يتطوع في عمل خير. يعني أهم حاجة عندنا كمان كرامة المشارك أو كرامة الطفل ده والأسرة، يعني هو ده يعني عمل بيبقى بيننا ما بين الأسرة. أكثر من 45,000 طفل استفادوا من مشروع كوبتيك أورفانس الذي مكن كثيرين منهم من تحقيق نجاحات دراسية. أنا طفلة كنت بتمنى أن أنا أبقى دكتورة، بس يعني كنت شايفة أنه صعب شوي عشان ظروف الدنيا، بيتنا وأنا بابايا توفى وأنا عندي 4 سنين وكنت تقريبا مش هتعلم. وأنا في سنة تانية طلعت التالتة على المدرسة، مع أني قبل كده كنت شوية متفوقة بس ما كنتش بطلع من أوائل. طلعت في سنة تانية عدادي التالتة على المدرسة، وفي سنة تالتة عدادي التانية على المدرسة، وفي تانية ثانوي طلعت الأولى على المدرسة، وفي تالتة ثانوي ساعدوني كتير، والخادم المتطوع وكل كل الهيئة نفسها كانت بتشجعنا وتدعمنا. ودخلت تالتة ثانوي ودخلت عين معلوم زي ما كنت عايزة، وامتحنت وجبت 97.3% وبقيت دلوقتي تانية ثب أسنان. الاحترام والحب والخوف على الغير هي مبادئ يعمل برنامج لست وحدك على ترسيخها، كما يهدف المشروع إلى نشر التعليم وبناء الشخصية.
عندما تفقد الأسرة عائلها ربما يمثل ذلك مشكلة لدى أطفال هذه الأسرة، ولكن كوبتيك أورفنز من خلال برامج مساعداتها للطفل فاقد العائل تقول له إنك لست وحدك. كريم مسعد، الحرة، من قرية البرشة بمحافظة المنيا. ومعنا هنا في الاستوديو الآن المؤسس والمدير التنفيذي لكوبتيك أورفنز السيدة نرمين رياض. صباح الخير بداية. صباح الخير. عايزين في الأول نتعرف على كوبتيك أورفنز، القصة ابتدت إزاي وإمتى بالتحديد؟ ابتدت من 30 سنة وإحنا كمجموعة عايشين برا، هاجرنا أو أهالينا هاجروا مصر من مصر، وحاسين إن إحنا عاوزين نعمل حاجة لبلدنا، فربنا رتب إن أزور مصر وأشوف ملجأ، وتعرفت على أطفال أيتام، ومن هنا قلنا لا لازم نعمل حاجة للأطفال، ونقلنا مش جوه الملاجئ بس بره الملاجئ اللي هم الأطفال اللي فقدوا الأب، فدول الأطفال اللي احنا بنركز عليهم. اللي فقدوا الأب بالتحديد. أيوة، ولسه مازال عايشين مع أهليهم. طب شو هي البرامج اللي بتقدم المؤسسة خدماتها من خلاله، وشو هي الفئات المستفيدة من هذا البرنامج؟ تمام، سو أكبر برنامج عندنا اسمه لست وحدك، اللي شفت حضراتكم شفتوها on the television there، إن بيكونوا الchildren الأطفال اللي الأب توفى، فالأم يمكن ما تكونش بتشتغل ولا بتقدر عندها موارد، ما عندها معين، فإيه عاوزين نركز على التعليم، فده أكبر واحد في مصر كلها. وبعدين عندنا برنامج تاني اسمه ابنتي الغالية، وده التركيز على تسرب البنات من التعليم وتمكين البنت، وده في 16 موقع. وآخر حاجة اسمه Serve to Learn، اللي هو احنا بنشجع الأجيال التانية والتالتة من المهاجرين المصريين والأقباط وكله ان ييجوا يخدموا في مصر، يعلموا انجليزي، يعني دي الحاجة اللي هم يقدروا يعملوها. تمكين البنات ما في كمان للأولاد ولا بس للبنات؟ التركيز على البنات عشان الوضع أصعب للبنت في مصر وخصوصا في الصعيد. طيب في مصر بالتحديد يعني وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المسؤولة عن إيواء الأيتام والمحتاجين بشكل عام في مصر، هل في تعاون بين المؤسسة مؤسستكم بين الوزارة، يعني هل بيتم تنسيق وتوزيع مناطق الاختصاص؟ تمام، احنا يعني الحمد لله التعاون حلو قوي مع وزارة التضامن، واحنا اكتر ان احنا في شراكة كمان مع الكنيسة القبطية، فهم اللي بيحددوا فين المناطق اللي احنا عاوزين نشتغل فيها او اللي هي فعلا محتاجة، وهم اللي بيفتحوا لنا الباب ان احنا نوصل لحد مش بس بيت الطفل بس كمان يعني الصالون، ونبقى قاعدين معهم. هذا اللي كان بدي اسالك عليه، الاماكن النشاطات وين بتتركز في مصر كلها، من اسكندريه لاسوان، وفي قرى بسيطه وحاجات غريبه زي فرشوت ابو تشت والتلات، وحتت حتى المصريين ممكن ما يكونوش عارفينها فين. هل في مناطق معينه في مصر انتوا اكتشفتوا ان هي اكتر مناطق محتاجه او اكتر مناطق فيها حاجه للخدمات اللي بتقدموها والبرامج بتاعتكم؟ تمام، في الصعيد اكتر من حته تانية، وفي القرى اللي بتاعت الصعيد كمان اصعب واصعب، تعليم ضعيف، الام ما بتكونش بتشتغل ولا متعلمه، فطبعا ازاي تربي عيالها بعد ما الاب بيتوفى، صعب جدا. طب في نجاحات ملحوظه من ناحيه التعليم وقضايا المراه بالوجه الخصوص؟ نجاحات الحمد لله نشكر ربنا، حاجات عظيمة قوي. أولا إن العيال دلوقتي بيعرفوا يقروا، يعني لقينا عيال في المدارس وما بيكونوش عرفوا أو تعلموا القراية، الحمد لله كان في سنة واحدة 700 عيل اتعلم القراية. تاني حاجة إن احنا وصلناهم وهم بقدراتهم يعني بصراحة لثانوية عامة ودخلوا الـ universities. دلوقتي عندنا في دكتور معين يعني قصته حلوة جدا، إن لما خلص طب فتح عيادة في القرية بتاعته وحط عليها كشف مجانا للا قادرين. هو كان طفل في البداية من اللي أيوة أيوة يس يس ووصل إن هو يبقى دكتور. الأعمار كيف تبلش معهم؟ أيوة، وده أهم من النقط، يعني مش كفاية إن هم
يوصلوا يبقى حاجة كويسة. طب انت هتعملوا ايه لأهليكم لمجتمعاتكم لبلدكم؟ ده مهم جدا. طب الأعمار كيف يعني من أي سنة أنتوا بت أول ما الأب يتوفى، فممكن من بيبي أو ممكن 5 سنين أو 16 سنة. يعني الأب توفى على طول يدخل البرنامج بتاعنا، والبرنامج بتاعنا مدى السنين، فالتأثير بقى طبعا as you could see جامد. صحيح. يمكن أنت المهمة بتاعتكم أكيد مش سهلة، لأن أنتوا برضو بتخترقوا مجتمعات ليها يعني ليها تقاليد معينة وليها أفكار معينة. في تحديات أو صعوبات أو عقبات لقيتوها واجهتوها سواء اجتماعية أو من خلال أهالي؟ الفقر الشديد كمان بيسبب في بعض الأحيان صعوبة بالنسبة لكم ولا فعلا يعني طبعا الفقر حاجة من العقبات الجامدة، ولكن زي ما أنت بتقول الفكر هو الفكر اللي أصعب حاجة. الفكر اللي بيقول مش مهم البنت تتعلم، الفكر اللي بيقول لازم تتجوز بدري وتضيع عليها مستقبلها. فالحاجات دي دول اللي أصعب. سهل قوي ان انت توصل فلوس، بس صعب قوي ان انت تغير فكر. وفعلا احنا بنعمل كده. التاليو في قصة حلوة جدا، في بنت كانت خلاص داخلة على اخر سنة في المدرسة بتاعتها، فأبوها بيقول لها، ده كان في مشروع بناتي الغالية، أبوها بيقول لها أنا ما عنديش بنتين يدخلوا التعليم مع بعض، الصغيرة يعني شبه داخلة، يا أنت يا أختك. فيعني إزاي البنت يعني حرام بجد. فعشان تمكين البنات وشوية يعني مبالغ قليلة، قالت لأبوها لا يا بابا احنا الاثنين هنتعلم وانا متكلفه بكل المصاريف عليا انا. واتخرجت وبنت اختها الصغيره دخلت. فالحاجات البسيطه دي تصدق قد ايه تفرق بقى في المستقبل بتاع البنتين دول. طب يعني في هناك بدنا نسالك اذا في برامج تدعم التسامح مع المسلمين والتعاون بسوية بقضايا المجتمع؟ اللي هو ابنتي الغاليه، المشروع بتاع ابنتي الغاليه ده بنلاقي ان البنات هو اهم حاجه في موضوع التسامح بجد. مش لازم تعملي اي حاجه غير ان انت تجمعي المجموعتين اللي الاوضاع فرقوهم، المسيحيين والمسلمين بيكونوا عايشين في نفس القريه بس ما فيش اي تعامل او اي تدخل مع بعض. ابنتي الغاليه بتجيب البنات في مكان امان، وطبعا بيبقى فيه الاول خوف وفي تردد، بس حتى نفس البنات بيقولوا لي لا بعد الموضوع ده دلوقتي انا مش عاوزه اسيبها. او واحده بتقول لي من اسبوع اللي فات بتقول لي احنا دلوقتي بناكل من طبق واحد. ف يا حاجات جميله، وده هياثر على مش بس عليها وعلى عيلتها المستقبليه عيالها وكله. صح. يعني مش بس بتساعدوهم انه يتعلموا بتساعدوهم ان هم يشتغلوا، لا ده انتوا بتعززوا كمان نسيج المجتمع، بتحسنوا من العلاقات في المجتمع. طيب مجهود رائع حقيقة، بتمنى لكم كل التوفيق في مجهوداتكم. بشكرك كمان على وجودك معنا السادة نرمين رياض، المؤسس والمدير التنفيذي لكوبتك كوبتك أورفنز. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا.